طيب شوية ليام نأتي إلى الترانسفير ترانسفير تظهر لك لاحظ الرصيد بالأورو هذا هو الرصيد بالأورو ننقل على Payment Simple ننقل على Payment Simple تظهر لك هنا من الأعلى هنا تكتب قيمة المبلغ المراد تحويله 12 أورو مثلا هنا تدخل الكونت أو الرقم الخاص بالأورو وليس الدولار سوف ندخله هي بعد أن تدخل يمكن ديسكريبشن يمكن أن تقوم تكتب أي كلمات مثلا أتركها كما هي لا مشكلة ثم تقوم تنقر على ريفي دافونس ريفي دافونس لاحظ هذا هو هذا هو تحت الاسم عصام تحت الاسم عصام تشاهدون هذا هو الرقم 12 أورو انفوي ثم ننقل على انفوي يقول لك ادخل انطري لو نيميرو دو كارت كودي دي 23 رقم 24 هناك 30 رقم لكي تقوم بتحويل اموال ان ناتي به ونضع الرقم رقم 24 بعد ان نكتب الرقم ننقر على ليتم تاكيد ترانزاكشن 12 اورو